أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف سامراء. ضيفنا اليوم هو ضيف مميز، ضيف لربما هو شبابي لكنه رئيس لإئتلاف الإرادة والتغيير وأحد شيوخ عشائر الأنبار، وخصوص تحديدا عشيرة أبو فهد. رحبوا معي أحبتي الكرام بالشيخ محمود دحام المجحم الفهداوي. الشيخ محمود مرحبا بك. اهلا وسهلا بك وحياك الله. مرحبا بك في ضيف سامراء. اتشرف فيك وفي سامراء العزيزه، هذه المدينه التاريخيه اللي من خلالها نستطيع ان نوحد العراق، لان انا اعتبر سامراء هي عراق مصغر حقيقه. انت ضيف سامراء لو تعتبر نفسك ابن سامراء؟ انا ابن سامراء. زرت سامراء كثير؟ اكيد زرتها، يعني زرت الاضرحه وزرت سامراء وناس نعرفهم وأهلنا يعني سامر. طيب بداية، من هو محمود دحام؟ كثير اليوم احنا نسمع محمود دحام، لكن اليوم احنا في هذا اللقاء طبعا ربما نكشف خفايا اليوم المشاهدين ما عرفوها غير محمود الدحام اللي نشوف انه يطلع يتحدث عن الأنبار او عن النازحين او عن المالكي. من هو محمود دحام؟ محمود دحام مشحم الفهداوي، الأصل الضيغمي، عشيرتنا تمتد إلى حائل ونجد، ودرست العلوم السياسية ورئيس ائتلاف الإرادة والتغيير. الآن أنت أي مواليد؟ أنا مواليد 69. 69 بس أنت مبين، أنا قلت شبابي يعني تبين أصغر. أصغر طيب أكملت ولادتك وين تحديدا؟ ولادتي في الأنبار. وين تحديدا؟ منطقة حصيب الشرقية بين خالدي وبين الرمادي، اللي هي يعني تقطن بها قبيلة أبو فهد على مساحة يعني خلينا نقول جبهة 28 كيلومتر مربعة، كلها هاي قبيلة أبو فهد على نهر الفرات ومدينة أو بحيرة الحبانية. أكملت الابتدائية والثانوية؟ نعم، في نفس المنطقة، في إعدادية الرمادة أكملت الإعدادية ودرست علوم سياسية في جامعة بغداد. أي سنة تخرجت؟ خرجت من 2001. يعني بالجديد درست؟ نعم. ذيك الفترة أنت بعد الثانوية؟ بالضبط، صار عندنا هاي موضوع العسكر ما العسكر، وبعدين كملت الدراسة. أنت يعني كنت جندي أما كنت ضابط أو لا؟ كنت لا كنت جندي. كم يعني خدمة إلزامية طبيعية؟ خدمة إلزامية طبيعية. جميل، لكن أنت بين إلى أن درست، يعني هذه في زمن صدام كنت تعمل عمل معين أم؟ أبدا، بس موضوع يعني نشتغل تجارة مقاولات بس ما عندي شيء، بس يعني تقريبا برزت بوقت الاتحاد الوطني لطلبة العراق، كسبت بها علاقات وتعلمنا منها يعني من هذه المنظمة العريقة بعض من الأشياء اللي هي مهمة جدا في حياتنا، ومنها كاريزما القيادة. الآن أنت تقول كاريزما القيادة، الآن أنت تعتبر نفسك قيادي؟ أعتبر نفسي قيادي عندما يعني نقارن بالوضع اللي موجود الآن، فموجودين الآن ليس لديهم أي كاريزما قيادية، ولكن نحن خلقت لدينا الكاريزما القيادية من إحنا صغار، لأن عملنا في الاتحاد الوطني وفي منظمات مهمة يعني في ذلك الوقت، كانت حقيقة منظمات صعبة، وكنا يعني نخالط في ذاك الوقت جميع شرائح المجتمع، فخلقت لدينا هذه المنظمة العريقة هي القيادة. هذه شيخ محمود، هذه ثقة بالنفس لو غرور؟ لا، ثقة بالنفس أبدا. لا داعي للغرور. نعم جميل. طيب أنت إلى الآن مقاول، أنت قلت أنك اشتغلت بمقاولة. نعم، لدي مجموعة شركات لهذه اللحظة اللي هي مجموعة شركات القمم الدولية، هذه متكونة من 4 شركات خدمات نفطية ومقاولات درجة أولى واتصالات ونظم معلومات وتجارية. جميل. طيب طبعا متى دخلت مضمار السياسة أنت؟ أو أي سنة خلصت الجامعة العلوم السياسية؟ هو موضوع السياسة يعني مو أي سنة يعني دخلنا، احنا ولدنا يعني ولدنا نمتلك هذه الكاريزما اللي هي كاريزما القيادة وكاريزما العمل السياسي، والدليل انه احنا اتجهنا من احنا صغار اشتغلنا بالاتحاد الوطني، وكبرنا وقدنا في بغداد يعني 286 ألف طالب وطالبة في أصعب السنين وفي أهمها. أي سنة؟ يعني نهاية التسعينات. نعم، كنت عضو فرع أم عضو مكتب؟ كنت عضو فرع بغداد الجامعات والمعاهد. ها جميل. ورئيس مكتب سكرتارية جامعة صدام ورئيس مكتب سكرتارية جامعة بغداد.
ها جميل. هذا يعني بهالحالة أنت اختلطت بالكثير من الطلاب، خصوصا المكتب السكرتارية والاتحاد الوطني، يعني تشوف عشر مئات الطلاب اجتماعات وإلى آخره، ويمكن حلول مشاكل الطلاب. نعم. هذه هي اللي دفعتك اليوم أن بعد الاحتلال أن تدخل مضمار السياسة أيضا، أو أن تكمل المشوار ربما؟ حقيقة أنا ما كنت يعني أدخل يعني مجال السياسة بعد الاحتلال، لأن احنا نعرف الاحتلال كيف يعني كيف أتى وكيف يعني ما يريد الاحتلال، ولكن شعورنا بالمسؤولية، نشعر أن هناك مسؤولية برقبتنا تجاه وطننا، فأخذنا مضمار السياسة، لكن ليس حبا بالسياسة، نعرف السياسة وحالها. يعني مجبور أنت اليوم على السياسة؟ نعم، أنا أحس نفسي مجبور على السياسة لكون هناك مسؤولية تجاه وطني وبلدي. جميل. أنت كم سنة بقيت في الاتحاد الوطني تحديدا؟ يعني احنا من الإعدادية والمتوسطة والجامعة نشتغل بالاتحاد الوطني سنوات عديدة. جميل. يعني للآن تذكر عندما صرت عضو فرع أنت كم صوت جبت تذكر؟ أنا أتذكر أنه أنا فزت بالاتحاد الوطني عضو اتحادية، عضو مكتب سكرتارية، مكتب سكرتارية، عضو فرع بغداد ب 23 يوم فزت بيهم. يعني عندي علاقات طيبة ويا الجميع، يعني ويا الفرات الأوسط ويا الجنوب ويا يعني طلابنا بالغربية، وفي يعني صلاح الدين وسامرة، يعني انتخبت من كل العراق وفزت خلال 23 يوم، صعدت مكتب فرع بغداد، يعني فرع بغداد للجامعات والمعاهد. جميل. هذه العلاقات، يعني انت تقول عندك علاقات ويا الفرات الأوسط والجنوب، الى الان بقت هذه العلاقة؟ نعم مستمرة، وبالعكس تثق يوم على يوم، لان اني رغم الظروف اللي صارت، رغم كل الظروف اللي موجودة متواصلين مع اهلنا وما انقطعنا عنهم، ما انقطعوا عندنا، وكثير منهم اني سويت لهم فيزا وجبتهم الى عمان حتى نبقى متواصلين معاهم، وانا اراهن على المد العروبي اللي في الفرات الاوسط والجنوب، هذا مد عروبي لتاريخه ولوضعه، واعتقد يعني العراق ما يعاد الا من مد العروبي اللي هو من القائم وحتى البصره، وانا يعني متواصل. وان سالتني اكثر محافظه تحب يعني ترغبها اتصلها الان تحب تصلها، اقول لك انه لا اروح للبصره، لان انا عز شبابي وعز وضعي، ويعني خلينا نقول لحم اكتافي بنيته من شغل في البصره. هذه اللي كونها انا من البصره. ابدا، انا هاي البصره هذا واقع الحال، يعني عشت بها سنين طويله، واهلها حقيقه لا لم ارى اكرم من اهل البصره نهائيا في كل عمري وفي كل حياتي. حتى اهل الجنوب هم ترى بطبيعتهم او كل عشائر اهلنا هم اهل كرم، لكن اليوم تعتقد اكو احد اليوم يراهن على هذا المد العروبي ان يريد يخمد هذا المد العروبي، يريد يطفئ ضوء هذا المد العروبي برايك اليوم؟ نعم، احنا يعني اذا ترجع للماضي قبل الثمانينات، من كان خميني في العراق اراد ان يعلن ثورته من العراق، او اراد يحرك بطريق فتاوي او بطرق اخرى انه يكمل مسيرته من العراق، ولكن وجد في العراق الخميني مد قوي جدا ومد عروبي، وبالتالي لن يستطيع أن يحقق شيء، فغادر العراق وراح وجاء إلى إيران الثورة، ونشبت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980. حقيقة كان هدف خميني، شاركت أنت في الحرب العراقية الإيرانية؟ أنا ما لحقت على الحرب العراقية. طيب، كان هدف خميني حقيقة هو إضعاف الخط العروبي حصرا في الفرات الأوسط والجنوب، لأن يعتبر أنه إذا بقى هذا الخط العروبي متماسك وخط موجود فلا يستطيع أن يحقق أهدافه اللي هي التمدد أو الإمبراطورية الفارسية أو ما تسمى خطة الثورة الإسلامية الإيرانية، لأن يعرف هذا الخط خط عروبي وخط متمكن ويستطيع أن يقف وجهه. فعمل عمل الخميني على أضعافهم، وعندما يعني ترجع للحرب العراقية الإيرانية، ليش يعني برأيك شيخ اليوم يعني هذا الخط العروبي راح يتعارض ويا مبادئ الثورة الخميني؟ نعم، لأن هم يعني موضوع ولاية الفقيه، وأعتقد أنه يعني شيعة العراق هم اللي هم أهلنا يتقاطعون مع هذا الموضوع ولا يقبلون أنه تهيمن دولة إيران أو الفارسية على العراق، وبالتالي عندما ترجع للحرب العراقية الإيرانية وتوجد عدد الشهداء، أعتقد أكثر من 500 ألف شهيد قتلوا أو استشهدوا في حرب العراقية الإيرانية من الفرات الأوسط والجنوب. نعم. ولو بقي هؤلاء الشباب اللي قتلوا في حرب العراقية الإيرانية لما تجر أمريكا أو غير أمريكا أن تتدخل في العراق. يعني أعتقد أنه خميني قتل المد العروبي وساهم في إضعاف العراق حتى ممكن تتجرأ أمريكا وتطاول على العراق.
يعني برأيك كان اتفاق إيراني أمريكي؟ حتى إذا ما يكون اتفاق إيراني أمريكي، لكن هدف واحد. هدف واحد. وإلى اليوم، اليوم برأيك الخط العروبي قوي اليوم بالعراق لو ضعيف؟ الخط العروبي يستطيع أن يعيد العراق إلى الواجهة العربية من جديد. الخط العروبي إذا ما يعني صار عليه شغل الآن بقوة وشغل يعني منسق يعني مضبوط بطريقة صحيحة، أعتقد الخط العروبي موجود، خط العروبي قوي، ولكن حقيقة أهلنا في الفرات الأوسط والجنوب لا حول ولا قوة الآن، لأن القوة المسيطرة في الفرات الأوسط والجنوب هي الأحزاب والميليشيات، وإيران هي حقيقة المسيطرة الأكثر. فعندما نتواصل مع أهلنا يقولون إن لا تتخلوا عنا، فنحن ظروفنا صعبة، وحقيقة يعني الآن مضرورين أهلنا بالفرات الأوسط والجنوب أكثر ما مضرورين إحنا، حتى وإن كان الآن داعش هذه مرحلية، ولكن الجوار هو الجوار صعب. داعش الآن موجودة في مناطقنا ربما سنة أو سنتين أو ست شهور أخرى، يعني خلاص ينتهى موضوع داعش، يطلعون داعش، ولكن إيران يعني جارة بالطبيعة الجغرافية لا نستطيع تغييرها، فهم يعني أهل البصرة وأهل الجنوب متأثرين كلش من 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 إيران، وبالتالي يدعوننا أنه لا نتخلى عنهم بل نمد يدينا عليهم حتى يبقى هذا الخط العربي متواصل. جميل، أنت الآن في معرض حديثك قلت أنه أن داعش تطلع يعني سنة أو سنتين أو ست شهور، يعني المهم تطلع داعش. برأيك اليوم يعني على قراءتك للوضع، قراءتك للواقع اليوم ممكن تطلع داعش؟ اليوم يوميا احنا راح يحرر الرمادي، والى الان لا قارن قانون الحرس الوطني، والى الان ماكو دعم للعشائر، الدعم صفر، 500 سلاح يمكن نطوم 500 قطعه سلاح. انا لا اعتمد على حقيقه على وضع يعني ما يقدم البرلمان العراقي في هالفتره والحكومه العراقيه، انا اعتمد على تداعيات اقليميه ودوليه. التداعيات الاقليميه والدوليه تقول ان المنطقه لابد أن تستقر، لأن الوضع يعني ربما يعني يذهب إلى متاهات كبيرة، وبالتالي ينجر العالم إلى محورين، محور اللي هو تكلمنا عليه سابقا، المحور الروسي الصيني الإيراني ومن يعني قريب منهم، والمحور الأمريكي الأوروبي ومن هو قريب منهم، وبالتالي ربما تنشب حرب عالمية ثالثة ولا جدوى منها غير الدمار. فأعتقد أن المنطقة يعني من الضروري أن تستقر، فتستقر بالكامل. يعني أنت برأيك اليوم الأنبار ما تتحرر خلال هالفترة؟ لا، اليوم معركة بدأ معركة تحرير الأنبار. الأنبار موضوعها مطول، مرتبط في كثير من الأشياء، من الحوثيين في اليمن، ومنها حزب الله في لبنان، وسوريا والمنطقة بالكامل. فالأنبار جزء من هذه المنطقة، تتحرر عندما يكون هناك ترتيب إقليمي ودولي. طيب اليوم يعني لا زالت عشيرة أبو فهد اليوم تقاتل التنظيم في حصيبة الشرقية أعتقد؟ نعم لا زالت؟ نعم. هم فترة أخذوها حصيبة، داعش أخذوا حصيبة، وخلال سنة سبعة أشهر حقيقة يعني قاتلوا قبيلة أبو فهد اللي هم يعني أهلنا وعمامك، قتال يعني شرس وقتال شجاع، ولكن لم تمد الدولة لهم أي مساعدة أو دعم، ما انطتهم ولا قطعة سلاح. يعني هي مو موضوع انطتهم قطعة سلاح أو ما انطتهم قطعة سلاح، يعني عشيرة مثل ما قلت لك بداية كلامي أنه عشيرة الجبهة مالتها 28 كيلومتر من الخالدية حتى مركز المدينة الرمادي، ومن نهر الفرات إلى الحبانية، هذا قاطع لثلاث فرق من الجيش العراقي، ربما يعني هذا القاطع يعني ما يقدر عليه ثلاث فرق، احنا قدرنا عليه خلال سنه وسبع شهور مقاتل مع مقاتل عنيف ومقاتل شرس، داعش مقاتل عنيف وشرس ويستطيع القتال في اي مكان. ولكن الحقيقه الدوله يعني ما حققت لهذه القبيله شيء ولا لغير هذه القبيله. كم انطوا شهداء؟ نحن اعطينا بحدود 1400 شهيد. نعم. خلال هذه الفتره وخلال فتره القاعده 1400 شهيد وجرحى مئات. إلى الآن هناك قتال أم الوضع حاد في المنطقة؟ نعم، نحن الآن في منطقة تماس اللي هي منطقة المضيق، منطقة تماس بين القبيلة وبين داعش، القتال مستمر لحد هذه اللحظة، لكن الدولة ليس لها يعني أي رغبة أن تدعم أي جهة، يعني الدولة ناطية نقول الإذن الطرشة أنهم أبداً ما حد رفع لها طلبات. اليوم هناك شيخ رافع العبد الكريم، هناك يعني كثير ما رفعوا طلبات إلى الحكومة. أعتقد لو تتبعنا زيارات شيخ رافع عبد الكريم والشيوخ اللي من الأنبار في زمن حكومة المالكي وحكومة العبادي، قد تصل هذه الزيارات إلى 50-60 زيارة.
وطلبات ويعني ولكن لا جدوى ولم يحقق منها أي شيء سواء كان في حكومة العبادي وحكومة المالكي، فقط وعود واهنة وعود غير صادقة. شنو السبب؟ ماكو ثقة بالعشائر؟ تهدير. ماكو ثقة بالعشائر؟ هذا الموضوع. أو الحكومة ما تثق بالعشائر اليوم؟ هي الحكومة هزيلة وضعيفة، وبالتالي الحكومة لا تثق حتى بنفسها. يعني عندما هسه يحدث ما يحدث أي شيء في الفرات الأوسط والجنوب، تلقي الحكومة متذبذبة بنفس الحالة اللي هي متذبذبة مع الأنبار. يعني الحكومة هي ضعيفة. يعني حال الحكومة واحد سواء مع ابن الأنبار أو مع ابن الفرات الأوسط أو الجنوب. حال الحكومة واحد، والدليل لم نرى أي تغيير في المحافظات الجنوبية والوسط. حالهم يعني حالهم لحد هذه اللحظة صعب وحال مزري، ولم يقدموا لهم أي شيء. كنا نتمنى أن يكونوا حقيقة يعني لكل العراق، ولكن لم يحققوا حتى لطائفتهم أي شيء. طيب وزير الدفاع، وزير الداخلية، يعني اليوم وزير الدفاع الكثير يمونون عليه، خصوصا أبناء الأنبار وأعضاء البرلمان من اتحاد القوى وغيره، يمونون على وزير الدفاع يقولوا له عمي أبو يبر أريد لنا سلاح، أريد لنا دبابة. وأعتقد الموضوع مو موضوع وزير الدفاع، موضوع وزير الداخلية. يعني هم هم يعني أشبه بالأدوات الآن، ليس لديهم صلاحيات كاملة، ولا حتى أعتقد رئيس الوزراء بيده شيء. الموضوع أعتقد فت قضية كبيرة جدا تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة يعني والعالم بأسره. وربما يعني هذه الحكومة الموجودة الآن في بغداد هي حكومة دمى لا أكثر ولا أقل، حكومة تحرك متى ما تشاء الجهة اللي تحركها، وبالتالي ما أعتقد راح يحققون شيء. وحتى هذه الإصلاحات الآن اللي يديرها العباد هي إصلاحات واهنة وضعيفة، لم تحقق شيء غير أنه خرج فلان وطلع فلان. هذا ربما نجي له بعدين إصلاحات، لكن كثير من أهل يعني من أهل حصاب الشرقية ومن عشيرة البفايد تهجروا. نعم. يعني الآن أيضا إجوا على بزيبز وبقوا. نعم. على بزيبز وعانوا عند بزيبز، والحكومة أيضا ما عرضت لهم اهتمام، يعني نفس ما حصل ويا الناس يعني البعض. نفس الشيء بالعكس، يعني أخواننا الآن في بغداد قتلوا منهم أكثر من 10-15 شخص في هذا الشهر المظلم، يعني من قبيلة أبو فهد، لأن الميليشيات موجودة في بغداد يعني تأخذهم تأسرهم وبعدين تقتلهم رغم هم كانوا مقاتلين، رغم أنهم مقاتلين ويحملون الهوية القتال ومعروفين لدى الكل أنه ذولا مقاتلين، لكن حقيقة يعني اليد الغدر ويد الخيانة في بغداد. ليش يعني اليوم الميليشيات تتجه يعني ربما يقول أنه هذه الميليشيات التي في بغداد هي هدفها طائفي، وهدفها أنه يسوي الشرخ الطائفي بين العراقيين، ولا يهمها إلا هذا من محافظة الأنبار ويكون سني، فتنفذ في أكثر عدد ممكن منهم، ربما لانتقام في شيء في جهة معينة، ولا يعني إثارة النعرة الطائفية في البلد تارة أخرى. كم نازح تقريبا اليوم من البفايت؟ كم نازح؟ بحدود 8000 نازح الآن في بغداد والمحافظات. بغداد والمحافظات. ولم تقدم لهم أي مساعدة. ولم يقدم لهم أي مساعدة، ولم يزود الآخرين أي شيء. أبدا. وانت عندك تواصل وياهم دائما؟ اكيد اهلي يتواصلوا وياهم. يعني عجيب ان موقف حاليهم، حتى موقف العباد انه يستقبلهم، انه يستقبل وفد من عندهم، انه يكرمهم، انه يعني خصوصا هم كان لهم موقف سنه وسبعة اشهر انت تقول ويا الحكومه، يعني عجيب. هي هذا هو شوف هو موضوع ويا الحكومه، انه لا هم يدافعون عن منطقتهم بالضبط. هي اكو شعور انه داعش حال القاعده، من يتمكن راح يقتل الكل، فقاتلوا الناس على ما استطاعوا خلال السنة سبعة شهور ما حد دعمهم، لا دول الإقليم دعمتنا ولا دولتنا اللي في بغداد دعمتنا، وصرنا مجبرين إنه نترك بعض المواقع، يعني مجبرين تركناها. طيب الآن إحنا رحنا اتجهنا إلى مواضيع كثيرة، لكن أنت بعد 2003 دخلت مضمار السياسة؟ لا يعني 2003-2004 أي سنة تقريبا؟ 2004 تقريبا او 2003 بالضبط. انا يعني من البدايه، من اول يعني اول سقوط بغداد اتذكر يوم 11/4 في ساحه الفردوس في تجمع من ابناء العراق، واغلبهم كانوا من مدينه الصدر، مدينه الثوره سابقا. انا اول شخص قال لا شيعة ولا سنة هذا البلد منبيعه في ساحه الفردوس يوم 11/4/2003. دخلت متى اسست ائتلاف الاراده والتغيير، ام كان هناك ائتلاف اخر دخلت معه كنت؟ لا انا ب 2004-2005 اسست تجمع اسمه تجمع الاراده والبناء. الاراده والبناء في بغداد ام في الانبار؟ انا اقول من يمتلك الاراده امتلك ناصيه العز، من يمتلك الاراده يعني يستطيع ان يحقق كثير من الامور.
وكنت يعني اريد والبناء، ليش البناء؟ والبناء يعني؟ لان احنا نريد نبني حقيقه يعني الانسان. وانت لكون اختصاصك مقاولات؟ لا ابدا، اقصد انا اقصد البناء في كل شيء، بناء الانسان وبناء الذات، بناء الطفل، بناء الذات وبناء النفس وبناء والبناء اللي هو احنا نشبخ به حتى نبني بلدنا. لكن بال 2010 يعني هذا الائتلاف دخلت الانتخابات ام لم تدخل؟ تجمع اراده والبناء. نعم. دخلت انتخابات بال 2000 وتقريبا 8 مجالس محافظات في الانبار، صالح المطلق نعم في الانبار ورافع العيساوي، وحققنا 6 مقاعد في مجلس المحافظه. منو كان من ضمن الاعضاء تذكر؟ والله سالم العيساوي، فارس عبد الكريم، فارس طه فارس الان هو عضو برلمان، عضو برلمان هو ابن عمك، ابن عمك اي، وسالم العيساوي هم عضو برلمان حالي، مجموعه 6 اشخاص بوقت حققنا. انا حقيقه ما ردت شيء من انت ما دخلت الى مجلس لا ما دخلت ولا ردت شيء، ولا ردت انه يعني اوظف واحد من المقربين الي في مجلس محافظه ابد، لا دحام لا غير اي واحد ابدا. انا اشتغلت قلت لهم انا كل شيء ما اريد، فقط انه خلينا نقدم نموذج حتى نخدم به محافظتنا، ومن خلال ما نخدم محافظتنا ربما نكون نموذج احنا حسن لكل العراق، يعني حتى العراقيين البقيه ينظرون لنا ونقدم هذا النموذج لكل العراق. فما ردت شيء بال 2010 انتخابات البرلمان. الان انت بقيت رئيس قائمه او رئيس ائتلاف؟ نعم. لكن ما دخلت بال، ما دخلت. اخذت مقاولات لو ما اخذت؟ ولا اخذت مقاولات ابدا، يعني اشتغل يعني خارج العراق مو بالعراق. يعني مو ضمن المحافظه والى اخره؟ ابدا ما اشتغلت ضمن المحافظه اي شيء، لاسباب قلت لهم انا الحمد لله الله منعم علي، خلي اترك الطريق الاخوان البقيه، اللي ما اخذ شغل خلي ياخذ شغل، احنا الله منعم علينا وعندنا الان وعندنا شغل، فماكو داعي نجي ننافس اهلنا في الانبار، خلي اللي ما اخذ شغل خلي ياخذ شغل من دون ما احنا ناخذ شغل وننافسه. جميل. كم صوت جبتوا تقريبا في وقتها؟ يعني هي ذكر 6 مقاعد ما اتذكر. الى الان انت علاقتك طيبه برافع وصالح المطلق؟ يعني علاقه طيبه بهم يعني كعلاقات اجتماعيه، ولكن يعني لدي بعض التحفظات على العمل السياسي اللي هم فيه. اللي هم بي؟ نعم. يعني سواء صالح او رافع؟ نعم. انت كنت تؤيد ما يعني تؤيد صحه الاعتصام؟ كان رافع في ساحه الاعتصام وكذا، ام تؤيد المطالب ام تعتقد انها اخترقت؟ انا كنت اؤيد المطالب، وكنت اؤيد 98% من الحاضرين في ساحه الاعتصام ايدهم، ولكن 2% ما ايدهم. 2% شنو؟ من هذول 2% من اعتلوا ساحات الاعتصام، اعتلوا يعني منصات، ما راح اذكر اسماء لكون يعني الموضوع هو بعد عدى وخلص انتهى الموضوع، ولكن يعني الشعب اللي طلع في الانبار شعب كريم وشعب حي، اراد ان يوصل رساله ضمن ممارسه ديمقراطيه ودستوريه، واراد ان يطالب بحقوق مغتصبه او حقوق مسلوبه من عنده، الاقصاء والتهميش، الجيش العراقي السابق اللي حل بطريقه مو صحيحه. انتوا كنتوا عندكم 6 مقاعد مجلس محافظه، ليش ما حاولتوا تطرحون هذا الموضوع؟ وصالح كان متمكن بالحكومه ورافع كان وزير ماليه. ربما هذه بعض الاشياء اللي متقاطع وياهم انا، لان ما قدروا يوصلوا الصوت بطريقه صحيحه. فلعد ما طلعوا متظاهرين بالانبار وغير محافظات، قلنا ربما صوتهم يسمع لكون ان الاعلام الخارجي والاعلام الدولي راح ياخذهم اكثر ما يتكلم صالح ورافع في اي مكان اخر، فدعمنا هذا الموضوع حتى يعني ننضج فكره حقيقيه. وانا اقول حقيقه العمل كان رائع جدا، ولكن استغل من بعض ضعفاء النفوس ليحققوا مآرب ومكاسب اخرى، سواء كان في الانبار او في سامره او في الموصل او في المحافظات الاخرى، استغلوه بعض الاشخاص حقيقه. واكيد اهلنا في سامره الان ايدوني في هذا الكلام، عندما خرجوا اهل سامره خرجوا اهل الانبار، خرجوا صلاح الدين تكريت، صلاح الدين وتكريت والموصل، خرجوا بالشرف وخرجوا بعز وكبرياء، وكانت حناجرهم تصدح بالحق وبمطالبه بالحقوق، ولكن عندما اعتلوا مجموعه من الناس المنصات حقيقه سلبوا هذه الاراده العظيمه لناسنا ولشعبنا اللي هم طالبوا بالحقوق. جميل، لكن الا تعتقد اليوم نفس المطالب اللي طالبوا بها ما عدا اختلاف قليل نفس اليوم المتظاهرين طلعوا يطالبون بها؟ انا قلت انه التظاهرات في بغداد، التظاهرات الان اللي تدور في بغداد او الاخرى هي امتداد لتظاهرات الانبار. طيب ليش كانوا اهل الجنوب ما رايدينها؟ ما أوصلت ما عدا الخط العروبي، أوصلت رسالة الحكومة في بغداد نعم إلى أهلنا في الفرات الأوسط والجنوب، أنه سلبت منكم القيادة من 1400 سنة، الآن إجى هذا الدور لكم. فهذه التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى هي تظاهرات بعثية، تظاهرات سنية، الغاية والهدف منها أنه إسقاط النظام، إسقاط النظام وأخذ ما حصلتوه ما كسبتوه. فحقيقة يعني أكيد الناس تخوفت من انه ربما ترجع
يعني نفس الحكومة، ويعني تصير ربما تصير بعدين يعني طلب ثارات ومشاكل وهذا. فهاي الرسالة وصلوها الحكومة في بغداد، إيران اشتغلت عليها بطريقة صحيحة، فما صار امتداد لتظاهرات الأنبار في الفرات الأوسط والجنوب. ولكن الآن نحن ما يدور في بغداد، نحن مؤيدين تأييد مطلق، لأن ما هو مردود إيجابي إنه، وليس مردود سلبي علينا، لأن تحققت مطالب إخواننا اللي الآن في ساحة التظاهر، أكيد تتحقق مطالبنا ونحن يد واحدة ولا نختلف على أي شيء. جميل، سنكمل هذا الحديث لكن سننتقل إلى فاصل. مستمرين معكم أحبة الكرام في برنامجكم ضيف سامراء بعد الفاصل. بعد الفاصل مرة أخرى أحبتي الكرام، مرحبا بكم، مرحبا بك شيخ محمود دحام مرة أخرى. أهلا وسهلا. طبعا الموضوع المظاهرات، تعتقد في ذاك الوقت لو أن المظاهرات الأنبار أو أن استمرت وامتدت إلى بغداد وإلى الجنوب، كان يبقى المالكي وتبقى الحكومة اليوم نفسها برأيك؟ أكيد ما راح يبقى للمالك والحكومة نفسها، ولكن يعني مستحيل أن تمتد. ليش؟ لأن هناك إرادات أقوى من إرادات المتظاهرين، اللي هي تستطيع أن تحجب بين الفرات الأوسط والجنوب وبين الأنبار والمحافظات الأخرى. هو إسفين الطائفية. إسفين الطائفية. والنظام السابق وأزدام النظام وغيره. امتداد الإيراني المتشعب في العراق، يستطيع إنه يعني قاسم سليماني في أول أسبوع من التظاهرات قال تظاهرات الأنبار مسيطر عليها، فأكيد لديهم الحلول ولديهم يعني إمكانية يحركون كيف ممكن يعني يقفوا هذا المد من التظاهرات. هذه دولة ليس سهلة، دولة العمائم، دولة يعني الخديعة ودولة المكر، ليس بها السهولة أن نستطيع أن نحن نقود عملية وطنية يعني تصل إلى كل العراق. طيب اليوم المظاهرات تعتقد تنجح اليوم في تغيير حال العراق، في اسقاط رؤوس الفساد، دهاقنة الفساد اليوم اللي يعيثون بالارض فساد؟ والله نتمنى يعني انت برايك اليوم تستطيع يعني اليوم ام سيتجه العباد الى غير، ام انها كل هذه الاصلاحات كانت اصلاحات ترقيعيه وتخدير للشعب؟ انا تكلمت قبل كم يوم انه قلت يعني اصلاحات ام سيسيات، اعتقد هذه سيسيات تخديريه فقط، ليس لدي من وراها اي جدوى، وبالتالي راح يتفاجئ شعبنا انه ما راح يحققوا له شيء هذه الحكومه. واعتقد يعني اذا ما تكون هناك ثوره شامله وكامله، واقصد بالثوره الشامله والكامله هي عندما يقوم كل ابناء الشعب من الجنوب والفرات الاوسط والغربيه والشمال، ويعني كل الشعب يصير الى امتداد وتواصل وصيحه واحده ويد واحده، ويقولوا للحكومه
لكم 72 ساعة لم تحقق ما نريد ولم تحقق الإصلاح الحقيقية، فنحن ثائرون باتجاهكم. وعندما الشعب يسوي يقدر يسوي الشكل الشعبي، هذا الشعب العراق، شعب العراق شعب عظيم ما ينحزر يعني، ولا راح يتوقف عند شيء. الشعب حليم ويصبر، وشعب يعني يتحمل، ولكن عندما ينفذ صبره الشعب ما توقف أي قوة في الأرض. يعني أنت برأيك هذا الحل الوحيد؟ أنا أقول هذا الحل الأمثل، وهذا الحل الوحيد للقضاء على الطغمة الفاسدة التي تقود العراق الآن. جميل. أنت الآن بعد ائتلاف الإرادة والبناء في 2010 أسست الإرادة والتغيير؟ حقيقة في 2010 أنا ممنوع علي أن أدخل العراق من 2007 إلى حد هذا اليوم. طيب شنو سبب المنع؟ يعني انا اللي سمعت انه انت عندك مشكله ويا المالك، مشكله كبيره. فشنو مشكلتك ويا المالك؟ خلينا نتكلم بها يعني بلقاء اخر. خليني اكمل لك موضوع تفضل الائتلاف. فبال 2010 صار انه يعملون ائتلاف اسمه يعني جوني جماعه من الكوت، وجوني جماعه من العماره ومن الناصريه، جوا علي الى عمان والتقينا وقعدنا. فصار انه احنا نعمل ائتلاف ننزل به من بغداد من الأنبار حتى البصرة في كل محافظات العراق، حتى نعبر موضوع الطائفية ونعبر موضوع أنه هذا الحزب هو في لطائفة معينة. خلوا نسوي ائتلاف يضم كل العراق، ونشتغل على مثل ما قلنا المد العروبي. فصار أنه نعمل الائتلاف اسمه الإرادة والتغيير. دخلنا انتخابات 2010 ضمن هو الائتلاف إرادة والتغيير، يعني مو ضمن تجمع الإرادة والبناء، صار جزء من تجمع الإرادة والتغيير اللي هو تقريبا 50 جهة منظمة وحزب منظم تحت لواء هذا الموضوع. فقاموا المؤتمر التأسيسي في فندق بابل، وأنا في عمان، فأخواني وأهلي انتخبوني أن أكون رئيس الائتلاف، وأنا لم أكن معهم، ولكن تكريما منهم إلي أصبحت أنا رئيس الائتلاف الإرادة والتغيير المبعد عن وطنه. دخلنا الانتخابات بال 2010، تذكر انه كانت الانتخابات فعلا طائفيه، ف وانتخابات كلها تزوير كلها طائفيه كانت. فحقيقه اللي مثل خطنا ومثل يعني نفسنا العروب ونفس العراقي ما راح يحقق شيء مع هذه الهجمه اللي صارت في الانتخابات. وما حققتوا اي ممكن تدخلون بالانتخابات القادمة أيضا؟ بعد خلي كل حادث حديث، بعد ما نعرف شنو راح يصير. طيب شنو مشكلتك ويا المالكي؟ يحتاج لها وقت طويل يعني. احنا ما يخالف نختصر. يعني في يوم من الأيام أرسلنا رسالة للمالكي مع الفريق عبد العزيز الياسري، قلنا له ممكن أن أنت تكون نوري سعيد العراق إن اتجهت بالاتجاه 1 2 3، هذا عام 2007. حلو. ذهب الفريق عبد العزيز الياسري الله يرحمه، نقل رسالة الى نور المالكي. في وقتها كان يشغل منصب نور المالكي رئيس الوزراء؟ لا، الفريق عبد العزيز الياسري، لا، بس هو يعني رئيس التيار الاحرار العراقي، او رئيس تيار كان في حينها. تمام. تيار الديمقراطي العفو. فقال له انت ممكن تكون نور سعيد العراق، ممكن تحل هواي اشياء بيك. فنص العباره اللي قالها المالكي سيد عزيز الياسري، قال له انا عروبي وأنا ناضلت في سوريا أم العروبة أم القومية العربية، ولن أناضل في إيران. هذا كلام المالكي بالنص. حلو. حقيقة خدعنا في هذا الكلام المثالي. كلام جميل. كلام مثالي خدعنا به، فقلنا ما دام المالكي يقول هيك فدخلنا كنا ندعم المالكي. فصار اتفاق أنه أبو رحاب اللي هو نسيب المالكي أخذ تليفون السيد عزيز وانطاه تليفونه، حتى بعد 7 أيام يصير موعد نبعد نحط الاسس الحقيقيه اللي ممكن من خلالها ننهض ببلدنا، ومن خلالها يمكن نقدم شيء لبلدنا. حلو. ورا 7 أيام ندق على سيد فريق عزيز ياسري، سيد الفريق الله يرحمه، على ابو رحاب ما يجاوبه. دق عليه مرتين ثلاثه اربعه خمس ايام ست ايام ما يجاوبه. فاجى سيد عزيز قال لي هذا انسان كاذب ومو صادق، والدليل الان ما يجاوبنا، فهذا عنده اهداف طائفيه، فخلونا نجي نحل قضيه العراق الان، ليش نبقى نأخرها؟ بعد 15 سنة نتندم نقول احنا لو من الآن يعني من تعديل عن الطائفية، هالحكي 2007 الكلام. تمام. فخلينا من الآن نحل قضيتنا، انه نشتغل شغل موحد بين يعني الشيعة والسنة والمسيح ولا كل الطوائف العراقية تشتغل بشغل نموذج موحد. فقلت له شنو الحل؟ قال الحل نعمل على اسقاط حكومة المالكي
بالممارسة الديمقراطية، أي سحب الثقة تحت قبة البرلمان. حلو، هذا الكلام، هذا الكلام جميل. كنا قاعدين أنا يا سيد عزيز في فندق الماريوت في عمان، هسه راح يقول إخوان يقول اجتماعات بالفنادق اجتماعات فنادق عمان وتركيا وأرضي. المهم صار اتفاق أنه إحنا إذا أعلننا مثل هكذا مشروع من أي دولة عربية أو أي دولة أخرى راح يقول هاي مدعوم الدولة العربية أو الدولة الأخرى هي اللي تدعمهم ضد المالكي. فصار الاتفاق أنه نذهب إلى بغداد ونستقر في فندق المنصور ميليا، ومن ذلك المكان ننطلق ب يعني سحب الثقة تحت قبة البرلمان. حلو. فتكلمنا مع البرلمانيين في حينها صالح المطلق، طارق الهاشمي، من التيار الصدري نصار الربيعي، ذكر البصري كان الله يرحمه من البصرة توفى هذا الرجل كان نائب، عدنان الدليمي، خلف العليان. المهم جمعنا من الشيعة والسنة والأكراد 158 عضو برلمان. حلو. هاي النسبة في حينها كافية للإطاحة بحكومة المالكة وتغييرها، ونأتي بحكومة حكومة كفاءات وحكومة تكنوقراط، بحيث الوزير يقدم يعني يوقع على استقالته ويعطيها لرئيس وزراء الجديد اللي راح يعني يتفق عليه. في حالة هذا الوزير يقصر هو موقع الاستقالة، بس يعني يصير عليه انه انت خلاص الوزير يطلع، اريد نجيب كفاءات واتفقنا. ما يهمنا منين تكون الحكومة، ان شاء الله تكون كل الحكومة من حي من محافظة النجف، بس المهم هم عراقيين وكفاءات ولديهم الامكانية قيادة العراق. حلو. ما يهمنا يعني ماكو اعداد انه من الشيعة هالقاد ومن السنة هالقاد، باقي هذا الكلام. تمام. فالمهم احنا قاعدين في فندق المنصور ميليا، وكانت سي بي اس نيوز ترافقنا بهذا العمل لكي تنقل بعض الرسائل الى الشارع الامريكي في ذلك الوقت، لان كانت قريبه على احداث يعني احداث 11 سبتمبر قريبا يعني مناسبه، فحتى ينقلون حتى الشارع الامريكي ما يقول احنا شو اللي جاي يصير بالعراق وكذا، ينقلون انه اكو تغيير ديمقراطي تحت قبه البرلمان، اكو برلمانيين، فسجلون الكل برلماني يجي يسجلون لقاء وحديث وياه ويبث. فاليوم قاعدين في حقيقة هذا الموضوع انتشر، وكل برلمان قام يجون علينا ويوقعون ويانا، والموضوع تقريبا مالكي بعد يعني أيام قلائل نطيح ببر بالبرلمان. تمام. فكان عماد العبادي اللي هو الآن أحد الإعلاميين العراقيين جالس معي، قال لي يا شيخ محمود الدحام أنتوا الآن داخلين على مشروع صعب جدا، مشروع هذا هدم لإرادة إيران، فأنتوا يعني تستطيعون أن تحمون أنفسكم؟ قلت له ليش، شنو السبب؟ قال لي شوف هذا الرجال اللي قاعد قبالك. قلت له نعم. قال هذا صار يوما اجى للفندق، سكن بالفندق صار يوما، جاي يصورك انت وسيد عز الياسري بالموبايل، فيبدو عليكم حركه قويه، اكو شيء عليكم، فاحمي انفسكم. هم ورا يومين ثلاث ايام احنا جالسين بالفندق، جالسين يعني جلسة طبيعية، وعلى الصبح ده نشرب شاي وقهوة وموجودين مع أمامنا أهل الأنبار وأصدقائنا. حدث انفجار بالفندق، في فندق المنصور، في فندق المنصور ميليا، ماتوا عدد كبير من أهلنا استشهدوا الله يرحمهم، ومنهم السيد عزيز الياسري الله يرحمه اللي هو على رأس المشروع التغييري. الانفجار شنو كان، انتحاري ولا شنو؟ أنا لا أعرف لحد هاللحظة سواء كان انتحاري، لأن ما لقينا يعني أشلاء واحد منتحر، اعتقد يعني هم مخليها تحت التلفزيون او بالسقف بوقتها. فانقتل سيد عزيز الياسر، استشهد. منو في كان معه في وقتها؟ الله يرحمه فصال. ها فصال. كان هذا مؤتمر في وقتها؟ لا ماكو مؤتمر، كنا جالسين جلسه طبيعيه يعني. هم قالوا في وقتها مؤتمر من كان فصال لبعوده وغيره. ماكو مؤتمر، لا كنا جالسين يعني قريب على التلفزيون باللوبي، ويعني تناول الشاي والقهوه يعني حدود الساعه 11 اذكر هذا نعم. فصار الانفجار. المهم انه صار الانفجار، يبدو المستهدف في الانفجار انا وسيد عزيز الياسري، لان نحن اصحاب المشروع، نحن اللي يعني بدينا بهذا المشروع ضد المالكي. استشهدوا يعني منو تعتقد ان المالكي هو سوى الانفجار؟ انا اعتقد المالكي وبخلفه ايران هذا التفجير. طيب نعم، هاي اول مره ابوح بهذا الكلام، حضرتك والخاطرة سامرة يعني سامرة عزيزين علي. نعم. فالمهم لما استشهد سيد عزيز الياسري، أنا نقل السيد عزيز الياسري أنا والحماية، الآن وصلنا الحماية مالته، بعدين طلعنا كل الشهداء وكل الجرحى
بقيت 3 أيام بالفندق أنا لأن لازم أرجع إلى يعني صار عندي تخوف حقيقي إنه أكو شيء يصير عليه. فالمهم وقتها رتبت لي CBS نيوز الأمريكية كيف أخرج من بغداد، فجابوا لي سيارة بوقتها مدرعة وبها حماية ووصلوني إلى المطار. هاي ثالث يوم أنا بقيت بالفندق، علما أنه أنا انطيت إفادتي كاملة إلى مركز شرطة الصالحية القريب عن الفندق. نعم. وقلت لهم هذه تلفوناتي وإيش تحتاجون لإحقاق الحقيقة ولكشف هذه المؤامرة الدنيئة الخسيسة اللي قتلت أهلنا وناسنا، أنا حاضر. فالمهم أوصلوني إلى المطار، جيت إلى عمان بعد 8 شهور أصدر المالكي علي من أنتربول وأربع أرهاب، ولحد هذه اللحظة أنا جالس في عمان. حتى الجواز العراقي الآن منعوه علي، نريد أبدل جوازي لأن سقط، فقالوا عليك منع في بغداد. حقيقة المالكي يعني أراد أن يصفيني بطريقة، صفى سيد عزيز بالتفجير عز الياسري، وراد أن يصفيني حقيقة في التحقيق، يدز الاستقدام إلى عمان ومن ثم يعني يجلبوني، ما أعرف موضوع استخدامه، ما أعرف هذا المصطلح القضائي، يجلبوني إلى بغداد وبالتحقيق من 2007 لحد هذا اليوم يضيعني بالتحقيق ويكون أشفى قليلة لأن المشروع راح. المشروع راح أكيد، يعني الآن المشروع انتهى نهائيا. نهائيا انتهى المشروع، ولكن تفكر يعني مرة ثانية تعيد موضوع المشروع؟ أنا حقيقة لا، انقطع عن 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 أي شيء يخدم بلدي وأي شيء ثوري. ما صار اتصال بينك وبين المالكي أبدا حتى لو عن طريق وسطاء؟ في يوم من الأيام اتصل بي مدير مكتبه اللي هو أعتقد حامد الموسوي، لا الركابي صادق، لا أبو مجاهد، أي أبو مجاهد معروف، قال لي إحنا راح نجي لعمان. أبو مجاهد البصري، أبو مجاهد، أي إحنا راح نجي لعمان، أكو زيارة لجلالة الملك في الأردن، زيارة مختضبة، فحاب رئيس وزراء حاب يشوفك في عمان. هذا الحكي تقريبا 2010. أنا اعتذرت حقيقي، قلت لاني خارج عمان، هم يعرفون جيدا أنا ما أقدر أطلع خارج عمان. هذا صار من 2007 لحد هذا اليوم، أنا بصدق يعني صاحب نص أهلي وناسي، ولكن سجين بالطريقة اللي نفكر بها، أنا ما أقدر أغادر عمان نهائي. الآن يعني ما إجا العبادي إلى عمان، ما قدرت تلتقي به؟ العبادي إجا إلى عمان، قدموا له طلب، وقدم للشيخ حميس عبد الكريم شيخ قبيلة أبو فهد بن عمي إلى العبادي، قدمنا طلب وقال العبادي هذا الموضوع يمي. وهذا بالضبط صار 9 شهور أو 10 شهور ولم يحرك العبادي أي ساكن. وفي مقابلة أخرى قابل الشيخ خميس وقال له أنا قدمت لك طلب في عمان، فنفس العبادي نفسه زعلان يعني نظر على الحماية مالته ومكتبه، قال له أنت وين سويتوا هذا الطلب، وين رحتوا به؟ فقالوا له قال على العمو هذا طلب ثاني لك، هذا الشخص مظلوم. وهم قال لي العبادي، ولحد هذه اللحظة لم يحل العبادة أي موضوع. وبالتالي هكذا رجل يوعد شيخ قبيلة بهذا المستوى، قبيلة قاتلت 7 شهور وضحت بآلاف من رجالها، فهكذا رئيس وزراء يوعد شيخ قبيلة ولم يوفي بالتزامه، فأنا أشك أن يوفي بالإصلاحات. بس مو أنت رد تسوي انقلاب على مالك يا شيخ؟ أنا الآن مستعد أسوي انقلاب على عبادي إن صحت يعني صح المجال. ليش العباد مو قاعد يسوي إصلاحات يا شيخ؟ لأن ما قدم شيء حقيقي للعبادي. أنا قلت العراق بحاجة إلى ثورة شاملة وكاملة، وأقصد بالثورة الشاملة والكاملة هي ثورة كل العراقيين، حتى لما تكون لجهة محسوبة على جهة أخرى. العراق بحاجة إلى هذه الثورة، وأنا رجل ثوري واتحادي، وأكون جزء من هذه الثورة، ليس قائد بل أحمل بندقية وأقف دفاعا عن هذه الثورة مع أهل العراقيين. أنت ما دزيت وساطات للمالكي في وقتها؟ لا يشرفني أن أدز وساطة للمالكي لحل قضيتي. يعني ترجع للعراق مو على مود المالكي شيخ؟ المالكي رئيس وزراء، فأكيد ما راح يعني ما راح ينسى محمود دحام يوم الأيام راد يسوي انقلاب عليه ويسوي عليه تسقيط حكومته، فما راح ينسى اليوم. اللي وياك الأعضاء البرلمان يعني تغاضى عنهم المالكي لو حضر لهم ملفات ضم لهم إياه؟ أكيد كل منهم عنده علي ملف وعلي علي قضية، ولكن هو راد يجهض عملية التغيير الديمقراطية في حينها، فعمل تفجير فراد أن يقتل السيد عز الياسر. يعني أنت الآن مصر أنه التفجير المالكي يعني وراء المالكي في وقتها ما تبنت القاعدة، مؤسسة حكومية فندق المنصور ميليا شركة مختلطة، يعني جزء للدولة وجزء للمساهمين، وفي هناك شركة أمنية والحكومة تحكو، يعني هو قريب على المنطقة الخضراء الحكومة هي تحمي، فكيف دخل التفجير بهذا المستوى
اللي يعني مستوى هائل فيه هنا التفجير، دخل من البوابات الأولى والبوابات الثانية والثالثة وفجر لو ما هناك تواطن الحكومة وترتيب حكومي. وهذا الشخص اللي كان يصورنا قبل يومين اللي قال علي عماد العبادي، ليش جاي يصورنا؟ إذا هناك عملية تصفية له والسيد عز الياسري وحدث اللي حدث. طيب الآن أنت تتمنى ترجع للعراق؟ أكيد يعني. أكيد أرجع، أتمنى أرجع خادم لأهلي في العراق، وأتمنى أن أمسك المكنسة وأنظف شوارع سامرة والبصرة وكربلاء والأنبار وأربيل، هم أهلي ونحن خدم لهم. جميل. إحنا وقت البرنامج شارف على الانتهاء، لكن راح أسألك عن مسميات سريعا. الوقف السني. أتمنى إلى النجاح والتقدم في يعني عهد الدكتور عبد اللطيف الهميم، وأنا جاء أشوفه أنه يتحرك حركة صحيحة، وأعتقد أنه راح يصير بتغيير، وهذا ما نتمناه. يعني تعتقد أنه راح يزدهر أكثر من قبل يعني؟ أتمنى هذا الشيء، لأن لطيف الهميم شخص يبدو أنه جاد في إصلاحات حقيقية. يعني خاف لكون هو من عشيرتك؟ أبداً، أنا ما جاء من على قضية وطني. جميل جداً. المالكي شخص طائفي حاقد شرير، بدد الثروات، سقط الجيش في الموصل، أنهك هيبة البلاد، شخص ما يستحق إلا أن يودع في السجن. التيار الصدري. التيار الصدري فيه من الخط العروب اللي احنا نعول عليه، وذولا يعني عائلة الصدرين عائلة عريقة وعائلة. أنت تربطك الآن علاقة ويا التيار الصدري وأعضاء البرلمان؟ تربطني محبة بهم حقيقة مع كثير منهم. محمود الحسن الصارخي. محمود الحسن الصرخي، السيد المرجع الصرخي. المرجع الصرخي، يبدو انه هذا الرجل رجل عروب ورجل يقدم شيء، فاحنا نكون له الاحترام والتقدير، ونتمنى من يعني السيد الصرخي ان يعني يتعاون مع المحيط الاول اللي هو الفرات الاوسط والجنوب، ونحن حقيقه امتداد له عندما ينجح في هذه المناطق. قاسم الفهداوي وزير كهرباء، ان شاء الله يكون ناجح، لان هذا الرجل يعني نجح في محافظة الأنبار وقدم شيء كثير، وبعدين هذا من مدرسة عتيدة اللي هي يعني اشتغلت سابقا في إعادة العراق بال 1991. كيف يعني بالضبط؟ يعني هو كان مهندس أساسا؟ كان مهندس وخريج ألمانيا واشتغل بالتصنيع العسكري، فيمتلك خبرات قوية وجيدة. طيب ليش الناس هسه ثائرة عليه وأنه له؟ هذول أشخاص سيسوا موضوع التظاهرات ضد وزير الكهرباء مثلا، رأيك؟ خلي أسأل سؤالك. واحدة القنوات، ما راح أذكر اسمها حتى لا يصير خلاف مع قناة سامر، نعم، أحد القنوات قيمت القيام على قاسم السامر، على قاسم الفهداوي، قاسم السامر راي هم قاسم السامر راي على قاسم الفهداوي قيمت القيامة، وقلنا ما راح تسكت هاي القناة نهائيا، فجأة سكتت هاي القناة. ليش؟ خاف انطاهم فلوس قاسم؟ ما أعتقد، لأن قاسم ما ينطي فلوس، يعني ما عنده هو وضع المادي. قاسم بخيل بهذا الجانب. بخيل لو هو ما ينطي رشوة يعني، خلاص هو سميه بخيل، أو هو ماشي عدل ويقول لك خلاص، لا هو ماشي عدل وسميه بخيل، خليه هو يرتاح لهذا الموضوع، أنه أنا يقول ما تقول عليه بخيل. ها إيه. الآن برأيك هو يعني هذه كلها كانت زوبة إعلامية ضده لتسقيط سياسي؟ فعلا تسقيط. هو اللي الرجل، أنت برأيك رجل مشتغل عدل؟ أنا أشوف إذا يعني إذا حقيقة دعم من الحكومة ودعم بالأموال وانطوه ما يستحق قاسم. هو اجى للبرلمان والبرلمان مقتنع باجوبته اعتقد. لا انا قصدي بس يعني يعطوه حق من المال، يعني حق من المال اللي يستحق الوزارة، اعتقد يسوي شيء في الكهرباء. سليم الجبوري شخص متلون. سليم الجبوري شلون؟ يعني انا علي عندي علي حقائق كثيرة وعندي علي اشياء الان كرئيس برلمان تركنا من كل الحقائق، ما عندي قناعة بي. شنو السبب؟ لأسباب عديدة في داخلي ما راح أجوب يعني. ربما هو يسعى اليوم يسعى للمصالحة وراح لقطر وراح مدري وين، ويعني ما يسعى للمصالحة، والدليل هو يجي إلى عمان عدة مرات لم يلتقي بالجالية العراقية على المترفين منها. هذا رأيك يعني؟ طبعا. بهاء العرجي يعني ما أعرف منه، ما أعرف عنه شيء إلا القليل، يعني ما أعرف عنه شيء. أنت يعني مقتنع بي؟ القناعات صعبة يعني. طيب العبادي شخص ضعيف لا يرتقي إلى مستوى طموح شعبه. العبادي؟ نعم. علي الحاتم يعني يحتاج لإعادة النظر في بعض الحسابات يعني، أما هو ابن عائلة وإنسان محترم. جميل. طيب إحنا في الختام أسئلة سريعة. محمود دحام بكلمتين عن شنو يعني؟ صف نفسك بكلمتين. أتمنى أن أكون خادما للعراق. لا أنت صف نفسك بكلمتين.
مو الأمنية، لا، أنت صف نفسك. متواضع، يحب العراقيين. جميل، أمنيتك خارج السياسة، اتركنا من السياسة وتركنا منها وترجع للعراق يشيلون عنك المنع. عندك أمنية أخرى؟ أمنيتي أن أكون صاحب مال لنكون بين أهل النازحين والفقراء في العراق. أنت الآن تدعم النازحين بطريقة مباشرة بما تستطيع، حتى في عمان مع الجالية العراقية. جميل. الشيخة أم دحام بكلمات، توفت أم دحام الله يرحمها، أنا أعرف، سنتين ونص. الشيخة أم دحام بنت الشيخ عبد الكريم اللي أخوها الشيخ أمين، الشيخ قيمت أبو فهد، حبيتها أنا من صغر سني. يعني بيناتكم قصة حب قديمة؟ يعني أشبه بقصة الحب هي، بس تدري يعني هي بنت عام وزوجتها طابع العشائر، زوجتها عن حب وخلفت لي 4 أولاد، وأتمنى من الله في هذه اللحظة أن يعني يدخلها فسيح جناته ويرحمها. يعني إلى الآن أنت يعني تذكرها، تزوجت بعدها ولا؟ أنا تزوجت لحد الآن من باب يعني من باب الوفاء لها؟ نعم. لا، جميلة هذه المعلومة، جميلة إنه من باب الوفاء لها ما تزوجت أبدا وما تفكر تتزوج. يعني ما نعرف قسمة الله شو راح تكتب، بس لحد هذا حقيقة من باب الوفاء لها. جميل. أبنائك بكلمات، دحام إن شاء الله يكون يعني عنصر فاعل يعني خير وشاطر الآن في كلية الهندسة، وأتمنى أن يعني يصير على جدة دحام يجحم وجدة عبد الكريم المخلف على نهجهم. والمحمد الثاني، محمد، نعم، تتمنى محمد شاطر يعني اعتقد يكون دخله بالسياسة، اعتقد يكون له موهبة بموضوع الكمبيوتر وهالاشياء. يعني ما دخل سياسة، ما دخل واحد منهم بالسياسة. لا ما راح ادخل احد منهم، خليهم بعيدين عن السياسة أبداً. الشيخ محمود دحام الفهداوي، شكرا على هذا اللقاء الذي لا تنقصه الصراحة حبيبي الغالي. كلمة أخيرة، أتمنى أن يستقر بلدنا وننعم بالأمان ويرجعون العراقيين اللي هم برا الآن لكي يخدموا بلدهم ولكي يعمروه حتى يكون هذا البلد نبراسه نار بين كل العالم. شكرا للشيخ محمود دحام، شكرا بدحام على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة، نلقاكم بالله أسبوع مقبل من ضيف ساعة مرة أخرى، إذا كنت حين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.